عادل عادل انت شفت رجل رانيا؟ شفت رجل رانيا بقت عامله ازاي يا عادل؟ شفتها يا حماتي وما تقلقيش خالص، كل حاجه تحت السيطره ولا ميزو. ايوه يا استاذ دول، خد ورقه الطلبات دي هتروح للموان في اول الشارع تجيبها كلها وتيجي بسرعه. عينيا. ولا هيمه. ايوه يا استاذ دول، خد ورقه الطلبات دي هتروح للموان في اول الشارع تجيبها كلها وتيجي بسرعه. عينيا. موان موان ايه يا عادل، انت هتعمل ايه؟ يا سناء في ايه؟ هجبس لها رجلها عادي يعني. هتجبس لها رجلها من عند الموان يا عادل؟ يا سلام، انت فكرك يعني كل الدكاتره العظام بتوع العظام بيجبسوا منين يعني؟ ما بيجيبوا من الموانين يا ماما. عادل حرام عليك، انا صحيح مش بحبها وبكرهها وبتمنى اليوم تتكسر فيه رقبتها، بس بنات الناس مش لعبه يا عادل، انا بحذرك. انت مالك، انت مالك؟ دي مراتي وانا حر فيها، انا اللي اشربها في الاخر. يلا اتكل على الله. اتكل على الله ايه؟ فتت حبست فيها ولا البنت ماتت منك تجيبينا قضيه؟ انت مالك انت يا بت؟ انت ايه؟ ايه مالكوا كاكوا في ايه؟ ايه طب بتعمل كده ليه؟ انتوا عاملين قلقانات خالص دلوقتي، في ايه؟ لا 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 مفيش حاجه يا حماتي، دي سناء اصلها ما عرفت ان انا بعت اجيب حاجه من عند الموان، طلبت شويه جبس زياده عشان اجبس لها بق. يا حبيبتي انا بعمل لك شغل مظبوط، يا حبيبتي بعمل لك شغل مظبوط، انا مش بكروت، انا ما ببخلش عليكي، جايب لك كميه جبس قد كده. بس انا حاسه انه جبس كتر شويه يعني، بلاش المجامله زياده عن اللزوم. يا حبيبتي انا مش عامل جبس، بس انا مطور الجبس، المجبراتيه كلهم بيستعملوا جبس، وقال ايه جبس طب، لكن هو من عند الموان عادي جدا، انا حاطط بقى عليه شويه اسمنت ابيض عشان يشك بسرعه. هاتياض هاتياض يا حبيبتي، احنا اهم حاجه عندنا مصلحتك يا حبيبتي، انك انت ترجعي لنا بالسلامه ان شاء الله، وترجعي لبيتك ولاسرتك ولمطبخك، وترجعي تطبخي اكلك. وحشني قوي يا رانيا، اكلك وحشني. دي روح ربنا يخليك، دي اهم حاجه، ارتفاع الروح المعنويه في السيكولوجيه الانسانيه، وانت كده بتعملي ارتفاع روح المعنويه عشان اخف بسرعه واجي اطبخ لك يا حبيبي. ان شاء الله طبعا يا حبيبتي، اهم حاجه ترجعي لنا. هاتي حته، هات حته كمان يا بيبي. عارف ايه؟ انت بجد عبقري، انا قلبي حاسس ان انا شفايه على ايديك الناعمتين اللي هو كلهم مليانين جبس دول، بس دي يعني بتتقل شويه على بيبي. ربنا يخليك حبيبتي. ما تقلقيش يا حبيبتي، انا بتبع معاكي احدث الطرق متابعه في اوروبا وفي امريكا وفي الدول المتقدمه. انت عبقري 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 يا بيبي، ميرسي جدا جدا جدا. ايه ده يعني؟ انا بس ابن بطه السوداء؟ ما انا عمال اعجن من الصبح، مفيش كلمه ترفع من روحي المعنويه. ميزو ميزو، اهم حاجه روحك المعنويه يا حبيبي، ربنا يخليك لنا يا ميزو، ودايما تجبس لي رجليا كده وتبقى كويس قوي. ميرسي ميرسي، انت تعبناك معانا. ايه ميزو ميرسي وبتاع، تعبتيه في ايه؟ لعلمك انا اللي بقول له يعمل كل حاجه، يعني بقول له اعجن يا زكي قدره، يعجن زكي قدره، جبس يا زكي قدره، جبس زكي قدره، روح بسرعه على المطعم ما زكي قدر عشان تلحق الواد هيما، يروح على طول زكي قدر عشان يلحق الواد هيما بدل ما يبوظ الدنيا. انت ايه مش فاهم ولا ايه؟ انت مش بتكلم زكي قدر. يا رب يا رب يا رانيا تقومي بألف سلامة من فضلك يا رب. ما تقلقيش يا مجيدة، ان شاء الله هتبقى كويسة، دي بتفك الجبس ودي حاجة بسيطة. يا سلام على قلب الأم. ماله يعني قلب الام يا ماما؟ بصمامين ولا فتحه زياده؟ شرب ايش انت عمل لك ايه؟ انت بتفهمي من ايه انت؟ يا ساتر يا رب، انت بنت جحده ولا ايه؟ طبعا هتجيبيه منين؟ ما انت مش حاسه بالحكايه دي، ما انت قاعده جنبي على طول. نجلاء تفتكري ماما هتعيش؟ لا يا حبيبتي ماما هتموت. ان شاء الله انت. باذن الله يا ياسمين يا حبيبتي. تا 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 ها، ايه رايكم في المفاجاه؟ يلا امشي حبيبتي امشي. بتمشي كده ليه؟ معلش يا ماما بتلين، في المرحلة الأولانية بيبقى فيه تليين. ليني يا حبيبتي ليني. ما هتقدر تعمل تليينات لحد امتى يا عادل؟ لحد إن شاء الله ما ربنا يكرم، ده أول كورس أنا بعمله في العلاج الطبيعي، بعد كده إن شاء الله هيبقى كله تمام. وأنت إيش فاهمك أنت في العلاج الطبيعي؟ أنت إيش فاهمك أنت في أي حاجة؟ ده علاج طبيعي، وبعدين العلاج الطبيعي ببساطة معناه إيه؟ العودة إلى الطبيعة، يعني الواحد يمشي بشكل طبيعي. طب ودي هتمشي بكسرتها دي طبيعي ازاي؟ فهمني. في ايه؟ في ايه يا عادل؟ انتوا قلقتوني، هو انا مش طبيعيه؟ لا طبيعيه طبعا يا حبيبتي، مالكيش دعوه انت يا سناء، هي بتمشي بطريقه طبيعيه زي الطفل يعني، ما هو الطفل مش بيمشي طبيعي. هو انت عايز تمشيها زي الطفل؟ يعني عايز تخليها تبدا من الاول تحبي؟ يا
سناء بصي محبطه طول الوقت محبطه. يلا اقفي يا حبيبتي اقفي اقفي يلا. تاتا خط العتبه تاتا واحده واحده تاتا. بس اقعدي 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 ارتاحي ارتاحي. انت تعبتي قوي النهارده كفايه كده. هو لحقتي عادل حبيبتي؟ لا في العلاج الطبيعي لازم تسمعي الكلام عشان يبقى كل شيء ماشي طبيعي، واهم حاجه في العلاج الطبيعي هي الصبر، والصبر عشان نوصل له لازم نوصل له بسرعه جدا. هي راني. ايه يا حبيبي؟ الجميل زعلان ليه؟ قالوا لي بره ستات يا ست ان انت دخلت الاوضه وزعلانه وقافله على نفسك الباب. عادل حرام عليك بقى، انا ما بقتش قادره استحمل الوضع اللي انا فيه ده. ماله الوضع اللي انت فيه؟ انت زي الفل اهو بقى، لعلمك في تحسن جامد جدا في رجلك. تحسن؟ هو فين التحسن ده؟ حرام عليك يا عادل، انا بوظت خلاص. يا عادل يا عادل، انا مش انا، انا مش انا. انت مش انت ازاي؟ انت زي الفل يا ماما، انت بس شاكه في نفسك ليه يعني؟ انا بقالي شهر ما فيش اي تحسن، ماشي عماله اخبط في الشقه رايحه جايه وعماله اتشنكت. يا عادل انا عايزه ظبط زوايا يا بيبي. لا لا لو على ظبط الزوايا المساله بسيطه جدا. بص يا ستي انا هاخدك اوديكي بنزينه تظبطي الزوايا وترصصي وتغيري زيت. انت مش في الضمان لسه؟ يوه بقى في لك قلب تهزر يا عادل وانا في الوضع ده؟ طب اعمل لك ايه بس يا رانيا؟ قولي لي على حاجه كان ممكن اعملها وما عملتهاش. تحبي مثلا اعيد لك كورس العلاج الطبيعي؟ لا 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 علاج طبيعي لا، ما هو لو كان زمانه جاب نتيجه كان زمانه جاب نتيجه من زمان. طب اعمل ايه يعني؟ بجد يا رانيا انا عامل مجهود جامد جدا ولغايه دلوقتي حتى عمرك ما قلتيلي شكرا. لا لا شكرا شكرا والله مش قصدي يا بيبي، بس انا بقول ان الدكاتره يعني زمانهم اكيد يعني رجعوا من المؤتمر اللي هم بيأتمروا فيه من بره، يعني ممكن نروح لاي دكتور. اه ممكن نروح لاي دكتور، بس يعني هو الدكاتره يعملوا ايه؟ انا ما عملتهوش يا ماما. اهو نعمل اشعه ونوديها برده الدكتور يقول رايه. ايوه يا رانيا بس يعني عارفه انا بيبي انا ابوس ايدك ابوس ايدك يا عاد ابوس ايدك يا عاد ابوس ايدك يا عاد، وانا افضل كده كتير ابوس ايدك بقى شوف لي حل بقى حرام عليك بقى. حاضر يا راني حاضر حاضر يا ستي، ما دام ده هيريحك هوديك للدكاتره حاضر يكشفوا عليكي، بس تاكدي تماما ان اللي عندك ده مش عشان رجلك، لا دي حاله نفسيه. يعني قومي اقفي كده. الحمد لله. بصي وقفتي زي الفل، تعالي لي بقى كده. كان لازم افتح الباب بتاع الدولاب، كان زمانها كملت على الجيران. ايه ده؟ ايه ده؟ ايه اللي انا شايفه ده؟ ايه؟ في ايه يا دكتور؟ صورة الأشعة دي صورة رجلك؟ أمال رجل الكنبة؟ اه طبعا ما قلت لحضرتك دي صورة أشعة رجلي. في ايه؟ كنبة ايه؟ انت هتهزري معايا وانا مركز تحت الأشعة ركزي معايا. حضرتك في ايه؟ ما تقوم تاخد قلمين احسن يعني. قلمين ايه يا استاذ؟ دي مش حمل ضرب، دي مضروبة كده. اه دكتور خضتني معاك يا دكتور، هو في ايه؟ مين الحمار اللي جبس عليك؟ لو سمحت يعني مفيش داعي للغلط يا دكتور يعني. اه ما هو اكيد قريبكم. ايوه قريبنا حضرتك ومفيش داعي للغلط. في ايه حضرتك؟ يا استاذ الرجل اللي انا شايفها دي رجل معزه. رجل معزه؟ يعني ايه؟ يعني انا هعيش حياتي بواحده رجل بني ادمين والتانيه رجل معزه؟ يا ربي يا ربي انا هلبس الجيب بتاعتي ازاي يا ربي؟ يا هانم المشكله مش في الجيب، المشكله الرجل المعزه دي، هل انا اركب عليها معزه ولا بني ادم؟ دي المشكله اللي في دماغي. حضرتك انا مش فاهم ايه القلق انها تبقى رجل معزه، هل ليها مضاعفات؟ هل مثلا ممكن تصحى الصبح نلاقيها بتمقمق ولا ايه؟ يا استاذ رجل المعزه لحمت ولحمت بشكل قوي جدا واللحام مسبب ولحمت شمال، يعني هتحدف طول ما هي ماشيه هتحدف. عادل شفت يا عادل يا زعيم؟ شفت يا عادل يا زعيم؟ انا كنت جايه لك اهو، انا كنت جايه لك اهو وحدفت شمالي يا عادل، قلت لك 100 مره يا عادل انا بتشقلب وانا بتحرك بقى على وشي. استني بس يا رانيا هنفهم كل حاجه من الدكتور، يعني حضرتك الحل ايه طيب يا دكتور؟ الحل الوحيد ان احنا نكسر رجلها الاثنين. نكسر ايه يا عم انت نكسر ايه؟ بس يا ام رجل معزه خلينا نركز. هضربك يلا هضربك. بلاش نكسر، بص حضرتك احنا ننشر رجلها الاثنين. ننشر ايه يا عم انت حرام عليك؟ اقعدي ساكتة عايز اركز. يا رانيا استني بقى يا رانيا ما نشوف هيقول لنا ايه. اتفضل حضرتك. نجيب صنفرة حدادي ونصنفر العظم من فوق. شوية كده نروح جايبين مية وغيرها ونجلخ العظم من فوق. عظم شوية نجيب معجون ستوك. نحط سكينتين معجون، واحدة سدا وواحدة قص. بعد انت بتضربيني ليه؟ مش عندك سكوت خالص. اسكتي يا اللي بتهدفي الشمال اسكتي.
نيجي بعد كده نجيب كام سيخ حديد نعشقهم كده بالنص. أيوة. اهم حاجه ان انا هسلمها لك سوبر لوكس. اهم حاجه مدام تسليم مفتاح، اتكل على الله. كده عادل يا سعيد؟ مش عادل كده عادل؟ حرام عليك، انت اللي عملت فيا كده افتقاتك. يا رانيا يا حبيبتي، ما الدكتور خلاص طمنا الحمد لله، هيقطع ويصنفر ويجلخ ويظبط وكله تمام، وبعد كده ان شاء الله ليك عليا انا اللي اعملك العلاج الطبيعي. تاني عادل يا سعيد؟ بقول لك ايه يا استاذ، انا عندي رجل حمار استيراد كده. ماشي. يا حمار انا جايه لك، انا جايه لك. هي رايحه فين؟ هي اصلا كانت جايه لنا بس لوحدها الحمد لله.